يقول السائل: أحرمت آخر يوم من نهار شعبان قبل صلاة المغرب، وطفت وسعيت بعد المغرب في أول ليلة من رمضان، فهل عمرتي تعتبر في شعبان أم في رمضان؟ هذه مشتركة بين شعبان ورمضان، بعضها في شعبان وهو الإحرام، وبعضها في رمضان وهو الطواف والسعي، فليست عمرة تامة في رمضان، ليست عمرة تامة في رمضان، بل بعض عمرة. نعم.